كمال خالص من عام ديال مرجان مول تكلمنا على اطلاق مرجان مول أو اول سوق في المغرب مرجان مول هي اول ماركت بليس او منصه رقميه اللي 100% مغربيه واللي كتجي باش تقدم ك انت كما تقولوا انترميديير يعني كواصل ما بين الزبناء لي وما بين الباعه ديالنا كتجي باش تضمن اه و نتقدم واحد الضمانات للمستهلك و للزبون المغربي ملي كيشري بانه الكل يشري ما كنقولوا بعين مغمضين لاننا كنضمنوا بان ذاك المنتوجات اللي غادي يشريها هي منتوجات 100% اصليه كنضمنوا له انه هذاك لونغاجمون اللي كناخذوا باش نوصلوا له المنتوج في واحد الوقت معين يتحترم و له كذلك هو ان الى وصل المنتوج وبغى يغير الراي ديالو كنظنوا بانه يمكن له ياخذ الفلوس أه ديالو يعني لو رومبورسمون بطريقه اللي تكون سهله وتكون أه شفافه مرجان مول هذه ست شهور باش انطلقت في المغرب أه اليوم واحد المرحله مهمه هو ان بدا غتبدا واحد الحمد لله كبيره وبالخصوص أه اليوم أه من ناحية ديال المنتوجات اللي غنقترحوا في هذه المنصه الرقميه اليوم عندنا تقريبا ربع مليون يعني 250 الف منتوج اللي زبناء ولا المستهلكين ولا المغاربه اللي بحالنا يمكن لهم يشريوا احسن الاثمنه الممكنه وفي ظروف بام يسمى باللغه الفرنسيه ليكسبيريونس كليون يعني لو سيرفيس ليكسبيريونس تجربه ديال الزبون اللي كداهي المسائل اللي كدار احسن في المنصات الرقميه العالميه هي الإضافة اللي كاينة في هذه المنصة الرقمية حنا المنصات الأخرى في المغرب؟ كنظن الإضافة المهمة اللي كتجيب مرجان مول هي دي المسألة ديال الثقة وهي مسألة اللي مركزية في في البوزيسيونمون يعني في هادشي اللي بغينا اللي اللي بغينا نديروه بمرجان مول هو نضمنوا أن المنتوجات لأن مهم للمغاربة يعرفوا يشريوا يشريوا منتوجات تكون 100% أصلية حنا أول منصة رقمية أولا مغربية وثانيا اللي كيمكن لها وكتجيب هاد الضمانات هادي للجوده ديال المنتوجات وتكون مطابقه للاصل وكنظن بان هادي اولا مساله مهمه للزبناء ولا المستهلكين المغاربه النقطه الثانيه هو نضمن لهم كما قلت هاد ليكسبيريونس كليون اللي تكون كداهي داكشي اللي كيدار من الاحسن اللي كيدار في المنصات الرقميه العالميه لا تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ايام 24 عيونكم التي لا تنام